مجالي التضامن في إطار بروتوكول اتفاق التعاون والشراكة المبرم بين بلدية الجزائر الوسطى وبلدية العيون الصحراوية، عقد اليوم بحضور السفير الصحراوي بالجزائر ومنتخبين محليين الاجتماع التحضيري الأول للملتقى الدولي للبلديات المتوأمة والمتضامنة مع الشعب الصحراوي المقرر تنظيمه بالجزائر بداية ديسمبر القادم. أننا نقوم بنشاط دولي ونجمع الكثير من فعاليات المجتمع المدني عن طريق المنتخبين، عن طريق رؤساء البلديات الكبرى والعواصم الكبرى، ليكون في ندوة دولية في الجزائر في أواخر هذه السنة. قادم أنها بداية موفقة، حيث فعلا تم الاجتماع اليوم للإعلان عن تأسيس فريق عمل مشترك بين بلدية الجزائر الوسطى وولاية العيون، بين المدن المتوأمة الصحراوية والجزائرية لتحضير الندوة الدولية للمدن المتوأمة والمتضامنة عبر العالم مع الشعب الصحراوي. في السياق ذاته، حثت القافلة الثقافية والسياسية للتضامن مع الشعب الصحراوي بولاية الجلفة في إطار جولاتها الرامية إلى التعريف بنضال الشعب الصحراوي وقضيته العادلة. نعيم النيل. مضامين ورسائل عدة حملتها القافلة الثقافية والسياسية لمدينة العيون الصحراوية التي حطت رحالها بولاية الجلفة قصد تبليغ رسالة حب وتقدير عرفانا بجمال الشعب الجزائري الذي عبر عن مساندته وتضامنه مع القضية الصحراوية طيلة ثلاث عقود. رسالة كذلك هي من جانب الشعب الصحراوي لاخيه الشعب الجزائري، يقول له احنا ما زلنا موجودين، احنا سنبقى على العهد الاوفياء وسنبقى صامدين وسنبقى مناضلين ومكافحين حتى استكمال ما تبقى من تحرير وطننا الحبيب واسترجاع السياده للشعب الصحراوي اللي حاول الجيران يعني اشقاء الجيران سمحهم الله ان يسلبونا اياها. احنا نقول لا وسنبقى اوفياء لهذا العهد. المشاركون في القافلة يحاول كل منهم شرح القضية الصحراوية على طريقته، فالفنان بريشته والمؤلف بكتبه والإعلام بصوره ومقالاته والمثقف بمحاضراته، لكن الهدف واحد هو الكشف عن تطورات الوضع في الأراضي المحتلة ووضعية حقوق الإنسان. التعريف بالقضية الصحراوية تضمن أيضا رسائل ثقافية تصور وصول وامتدادات العادات وتقاليد الشعب الصحراوي من خلال الملبس، الموسيقى، الخيل التقليدية وغيرها من الأدوات والرقصات الفولكلورية. إلى عالم المال الآن، نستعرض مستجدات بورصة الجزائر ومعرفته حصة اليوم مع رنا الوضح. شهدت بورصة الجزائر اليوم تنظيم الحصة رقم 75 لتداول سندات الخزينة العمومية ذات الآجال 17-15 سنة نشطها وسطاء في عمليات البورصة، حيث تراوح سعر سند السبع سنوات ما بين 102.15 و 105.12%، أما سند العشر سنوات فقد قدر سعره ما بين 103.96 و 113.64%، بينما تراوح سعر سند الخمسة عشر سنة ما بين 105.59 و 109.9